بسم الله يا جماعة، والله الحجر تدربت بيني. أشوفه كيف سفح، تراني واقف في سفح، شايفين هذا البيت؟ بسم الله أشوفه. إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، أوه الله أكبر، في أحد؟ من أنت؟ ما شاء الله، هذه خصيصة للمغامرات، الأغراض كذا يعني. ها ما شاء الله، هذا لعيونك أبو عاف. حبيبي أنت يا حبيبي، يا سلام. بس ما هي مغسلة يا أخي، مشكلة. ما عليك حبيبي، أصب الوضع ندخل في الغبرة، نروح الجنون يتغبر زيادة ويركب فيه جنون كمان. خذ من السيارة يا ولد. ايوه تمت السيارة، يا سلام. ما أنت خلاص دقيقة أخذ فرشة بس. وأسعد الله صباحكم بكل خير حبيتي في كل مكان، يوم جديد ومعكم الليلة المغامرة عبد الله العنبري. مغامرة جديدة طبعا، مغامرة الليلة. هذا الجبل اللي خلفي شايفين، كم هنا زي ما صورت لكم مقطع بسيط. وأي ملاحظة يوسف صار اكتب على الهاشتاج في تويتر مغامرة عبد الله العنبري أو أرسله على الخاص. الموقع مخيف جدا، فوق جبل، مرة فوق جبل، في سفح الجبل، والطريق غير ممهد. دعواتكم ونقول مع بعض: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنا بس بمشي فوق، أنا ما بصور بالكشاف عشان لين أوصل. صعب يا جماعة، ما أدري كيف نطلع. هذا هو الموقع، الله يخرجني. أشوف الطريق كيف أطلع فيه. طبعا زي ما قلت لكم، البيت فوق سفح الجبل. أوه الكشاف عندي في مشكلة، الله يعين. الكشاف ما هو راضي، توكل على الله ان شاء الله. حاول اشوف البطارية، غير البطارية ما ادري والله. انت شفت لما صورت المرة الاولى كانت هناك، الحين ما ادري ايش فيه. توكل على الله. أوه. المكان جدا مخيف. طبعا زميلي عبد الله انتظرني تحت السيارة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحيم. في احد فوق؟ بسم الله يا جماعة، والله الحجر تدربت بيني. اشوفه كيف سفح، تراني واقف في سفح، شايفين هذا البيت؟ بسم الله اشوفه. ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اوه الله اكبر، في احد؟ من انت؟ بسم الله بسم الله بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد؟ في أحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طار كانوا يحطبوا هنا. سمعت حذفة حصى. جبل والله جبل. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في احد هنا؟ شفتوه؟ شفتوه؟ بسم الله والله يكون في ثعابين هنا. بسم الله في احد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يكون في ثعبان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. فين ظهر؟ بسم الله يا جماعة في عين ظهرت هنا. يكون في ثعابين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كيف كانوا عايشين مع الجبل. حمام. اللهم نعذبك من الخبث الخبائث. حمام فوق الجبل. والله شفت عيون هنا ما ادري شيء يلمع. بسم الله. المشكله الكشاف الكبير والله قدام. سمعت حذفة حصى. بسم الله. البيت صغير لكن والله شفتم العيون كانت واضحه. في أحد فوق؟ في حجار حصة تحرك فوق الأعلى. بسم الله. والله في شيء فوق. طبعا يا جماعة الخير أنا الآن خارج من الموقع.
والله احس المكان مو مظبوط، في بشر اي ملاحظه اي استفسار اكتب على هاشتاج في تويتر مخاف عبد الله العنبري وارسل الخط. والله شفتوا؟ بسم الله انا الان ماشي خارج. بسم الله ما في شبكة في المكان. جماعة الخير الله يعطيكم الصحة والعافية، أنا خرجت من الموقع بعد ما جاني اتصال من أخوي عبد الله يقول لي عبد الله ترى في ناس جايين عندنا من عن طريق المزرعة وأخرج بسرعة. عبود إيش شفت أعطينا بسرعة؟ إي والله جاء وقف السيارة وكان طالع لك والله رجال. رجال طالع لك صح؟ طالع لك إي بالجوال. الجوال جاي. طالع الكشاف وجيب شبكة محمد. ما معاه جوال كشاف بالنور موقف الكشاف في موقف السيارة في المزرعة وجاي نمشي. طبعا هو جاء اتصل علي على طول قال لي عبد الله اخرج من الموقع ترى في واحد طالع لك على الموقع. فانا خرجت بسرعة والله والله العظيم يا جماعة الخير الموقع ملغم وما مسكون من الاخر. لو مو الاتصال انا ما كنت اخرج من الموقع، زي ما شفتم حتى المغامرة قصيرة. فلولا الله ثم عبود اللي كان معايا اليوم صراحة يعني ممكن دخلت سين وجيم مع الناس دول. لا ما عليك يا الله سفاري العافية. سفاري يا حبيبي عبود طلعك سريع جاء اخذني من المزرعة.